السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جرائد، نفتتحها بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا في الراية الشيخ محمد بن حمد: نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا أحد عن أي مشكلة تتعلق بالعمالة. بلاتر: قطر على الطريق الصحيح في كل ما يتعلق بتنظيم مونديال 2022. فهد العمادي كتب في الوطن: مونديال 2022 حصريا قطري. مرشد الشعر كتب في الشر: لا لتكميم الأفواه. في الراية جمال بالماضي: هدفي وتركيز الأول على غرب آسيا. عربيا في الرأي الأردنية: الأمير علي يشيد بنجاح الحملة الوطنية لدعم النشامة. في الشروق الجزائرية: بوغرة: ننتظر مساندة قوية من الجماهير للإطاحة بمنتخب بوركينا فاسو. في الوطن المصرية: طولان: أهدي بطولة الكأس إلى مجلس عباس. جمال المكاوي كتب في الجمهورية المصرية: عايزينها سهرة حمراء. في البيان الإماراتية: السركال: حلم تنظيم مونديال الكبار للأجيال القادمة. عالميا في الديلي ميل البريطانية: بي تي سبورت تفوز بحقوق دور الأبطال مقابل مليار جنيه استرليني. في التلغراف البريطانية: مورينيو: ركلة الجزاء صحيحة. ومارينير: من أفضل حكام أوروبا. في الميرور البريطانية: أرتيتا: وقوفنا في حرس شرف تتويج اليونايتد سبب انتفاضتنا. في توتو سبورت الإسبانية: كونتي: اليوفي جاهز 100%، وهذه رؤيتي لتصريحات رافا. ألفريدو ريلانو كتب في آس الإسبانية: عزيزي رونالدو، اذهب إلى فراشك واثقا أنك الأفضل في العالم. في فقرة غريب عجيب: رونالدو يحقق حلم فتاة سعودية ويتواصل معها عبر تويتر. زيارة مهمة في التوقيت والمضمون، ولم تدم أكثر من ساعات قليلة. بلاتر في الدوحة قال كلمته الحاسمة وجدد التزامه باستضافة قطر لكأس العالم 2022. سلسلة من الثوابت أطلقها بلاتر أمس، وسنستعرضها مع ضيفنا الذي سينضم إلينا بعد قليل، طارق العتريس الصحفي بجريدة استاد الدوحة. صفحة جرايد على الفيسبوك جاهزة لاستقبال آرائكم وتعليقاتكم. إذن نطلق ضربة البداية باستعراض الأخبار ونستقبل بعدها ضيفنا الكريم. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى استقبل في مكتبه بقصر البحر قبل ظهر أمس السيد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والوفد المرافق. سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني العضو المنتدب للجنة العليا المنظمة لمونديال 2022 أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب زيارة بلاتر لقطر، أكد أن الدولة حريصة على الاهتمام بالعمال وأن قطر حرصت على تعديل القوانين من أجل حمايتهم وتحسين معيشتهم. أنشأنا لجنة مسؤولة عن العمال لكي تقوم بإدخال التعديلات اللازمة والضرورية على قوانين العمل لكي نكون قدوة لباقي البلدان التي ستنظم المونديال. دولة قطر كانت دائما معنية ومهتمة بأمور العمال قبل الفوز بتنظيم المونديال عام 2010، وأنه بعد هذا التاريخ تعمل الدولة بشكل أكثر ودائم لتحسين الأمور المعيشية للعمال في دولة قطر. نحن ملتزمون بتحسين الأوضاع المعيشية للجميع هنا في قطر، ونشكر الفيفا لثقته فينا، كما أنني أتطلع إلى شراكة جيدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم. نحن في قطر نحاسب أنفسنا باستمرار ونسعى دائما إلى تقديم الأفضل، ونحن نعمل للوصول إلى أفضل معايير المعيشة لسكان قطر.
جانبه جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن أن قطر تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتنظيم المونديال. بلاتر أبدى ثقته في قدرة قطر على تنظيم مونديال رائع ومبهر عام 2022، نافيا في الوقت نفسه وجود شريك لقطر في تنظيم المونديال. بلاتر وجه رسالة إلى الصحفيين في جريدة الغارديان وطالبهم بزيارة قطر والاطلاع على ما يحدث فيها قبل أن يكتبوا تقاريرهم. قطر تسير على الطريق الصحيح، وإن اللجنة العليا المنظمة لمونديال 2022 تسير على الطريق الصحيح أيضا فيما يتعلق بتنظيم كأس العالم. المونديال لن ينظم في يناير أو فبراير حتى لا ننتهك حقوق الألعاب الأولمبية الشتوية، والموعد الأفضل نهاية العام في نوفمبر أو ديسمبر. لقد ناقشت الأمر مع المسؤولين القطريين لكننا لم نصل إلى الموعد المحدد، ربما يكون من 10 نوفمبر إلى 10 ديسمبر. خضنا تجربة تنظيم المونديال في كوريا الجنوبية واليابان 2002، وقررنا بعدها عدم إقامة المونديال في دولتين. طلبت من صحفيي الغارديان بزيارة قطر للوقوف على الأوضاع بأنفسهم. أخبرتهم بأنني سمعت منهم القصة بروايتهم وأريد أن أسمع رواية قطر. ناصر الخاطر المدير التنفيذي للاتصالات والإعلام باللجنة المنظمة العليا لقطر 2022 أشاد بدوره بزيارة بلاتر. الخاطر أكد أن زيارة رئيس الاتحاد الدولي كان معلن عنها من شهر أكتوبر وهي لا تمثل مفاجأة. الزيارة كانت تهدف إلى الوقوف على آخر التطورات التي لدينا بخصوص 2022، ومن فترة نحن لدينا خطة واستراتيجية بخصوص العمال وتم عرضها عليه حيث رحب بها ورأى أنها خطوة ممتازة، ونحن مرتاحون من زيارة بلاتر وأيضا هو مرتاح، وإن الأمور من خلال الزيارة إيجابية جدا. موضوع العمالة تم تقديم صورة واضحة جدا، والخطط الاستراتيجية عن العمالة والعقود التي لدينا، وإن كل الأمور ستكون واضحة في هذا الجانب وفي وقت كان يمكن أن